تدي حاجه فيها فيتامين سي، فاكهه. تمام. مهم جدا الام تدي فواكه للطفل اللي واكل. ممكن اعصر ليمون على العدس مثلا؟ ممكن اعصر ليمون على اي حاجه ينفع انت تقبلها عليها الليمون. لكن لو ما حصلش واخدت حاجه فيها فيتامين سي ايه اللي امتصاصه اقل؟ يعني الاستفاده بتاعت الجسم فيه ما بتبقى قليله. لو كان الحديد ده مصدره نباتي. تمام. فالاستفاده هنا هتبقى اقل نسبيا. وبعد كده بعض الحاجات كمان بتعوق امتصاص الحديد المصدر نباتي، يعني مثلا طفل كل بنجر، يعني ضمن السلايد اللي انا حطيتها بنجر، البنجر ده من الحاجات الغنيه بالحديد والنحاس الحقيقه، الحاجتين اللي هو مهمين لنمو كرات الدم الحمراء. لو انا اكلت بنجر بس وخدت بعدي لبن مثلا او شاي او حاجه فيها كافيين، امتصاص الحديد هيبقى قليل جدا. يبقى انا لو خدت بنجر محتاج اخد بعديه حاجه فيها فيتامين سي زي البرتقال او زي